لما بتكلم على الكومبتون سكاترينج بقى الدنيا هتبقى معقده شويه اكتر. انا دلوقتي بتكلم ان انا هيبقى في عندي انسيدنت فوتون بانرجي جاما، او يعني عباره عن جاما راي اللي هي عباره عن فوتون، ويطلع لي فوتون تاني مختلف في الانرجي زائد الكترون. فالانرجي بالانس بيبقى حاجه بالشكل ده كده، عندي اتش نيو نود بتساوي اتش نيو بلس البايندنج انرجي اللي بتحرر لي الكترون زائد الكينيتيك انرجي اللي انا هضيفها على الالكترون ده. احنا محتاجين بقى نعرف الالكترون اللي طالع ده طالع لي في انهي انجل، اوكي، وعايزين نعرف الانرجي بتاعته بتساوي كام. فعشان نعمل الكلام ده هنستعين بالفوتون الفوتون داينامكس اللي هي مبنيه على السبيشال ريلاتيفيتي. السبيشال ريلاتيفيتي بتقول لي ان اي سكوير مش بتساوي ام سي سكوير بقى، يعني مش يعني اي مش بتساوي ام سي سكوير وخلاص، لا ده بيضاف لها كمان كومبوننت ثانيه مبنيه على الايه؟ مبنيه على المومنتم، اوكي؟ بي في سي مبنيه على المومنتم، اوكي؟ فبنتكلم هنا على ان احنا يعني لما بيكون عندنا اي بتساوي ام سي سكوير بتكلم على الريستنج انرجي، هنا بتكلم على ان حاجه بتتحرك، يعني ممكن يبقى لها كاينتيك انرجي، ممكن يبقى لها مومنتم مش بس ات ريست، اوكي؟ فهنشتغل بقى بالايكويجن اللي هي زي كده، وطبعا الايكويجن الاصليه بتاعتنا اللي هي اي بتساوي اتش نيو اللي هي بتساوي بي سي، اوكي؟ هنلاقي ان احنا عندنا هنشتغل بالكونسرفيشن اوف انرجي وكونسرفيشن اوف مومنتم، ونبتدي بقى ندرايف الانجل والانرجي بتاعت السكاتر فوتون دي بتساوي كام، اوكي؟ احنا عندنا اللي بيحصل هنا كالاتي، بيحصل عندنا بيبقى فيه يعني هيحصل ان في فوتون هيطلع هنا كده بمومنتم بي وكينيتيك انرجي تي عند انجل فيه، ويطلع الناحيه الثانيه فوتون بانرجي اتش نيو داش بانجل ثيتا، اوكي؟ بناء على ان انا كان عندي اصلا في الاول خالص انسيدنت فوتون بانرجي اتش نيو نوت ومومنتم بي نوت. لما نحل بقى المساله دي، لما نحل كل الايكويشنز دي مع بعض، احنا محتاجين طبعا كذا ايكويشن تانيين علشان نقدر ان احنا نعمل الكلام ده. فهنبتدي مثلا ناخد الكونسرفيشن مومنتم والكونسرفيشن اوف انرجي، اوكي؟ فالكونسرفيشن مومنتم هناخده عند نفس الرسمه اللي احنا كنا راسمينها دي، هناخدها في الدايركشن ده وهناخدها في الدايركشن ده. فهنعمل البالانس بتاع المومنتم هنا بيساوي، يعني المفروض ان كله بيساوي بعضيه هنا في بالنسبه للانسيدنت والريزلتنت فوتون والكترون، وفي الدايركشن الثاني برضو اللي هو البربنديكولر نفس الحاجه. فهيطلع لي ايكويشن الدايركشن دوت واكويشن عند 90 ديجريز، وفي الوقت نفسه عندنا كونسرفيشن اوف انرجي بتقول لنا ان الاتش نيو نوت بتساوي اتش نيو داش بلس تي. يبقى معنى كده لو انا حليت الايكويشنز دي كلها مع بعض، الايكويشنز دي بالاضافه للايكويشن الثانيه، عندي اربع ايكويشنز في اربع انون. فهيطلع لي هنا لو انا عملت كومباينيشن وذ سبيشال ريلاتيفيتي وجيفن الالكترون انرجي بتاعتي هتساوي اللي هي تي بلس ام اي سي سكوير زي ما احنا عملناها قبل كده في الجزء بتاع البير برودكشن، هلاقي عندي ان بيسكلي هيطلع لي اربع ايكويشنز في اربع نوز زي ما كنت بقول، وهقدر اطلع منهم كل البارامترز بتاعتي اللي كنت بتكلم عليها، بتكلم على كينيتيك انرجي بتاعت الفوتون، اتكلم على الفريكونسي بتاعت الفوتون، بتكلم على الثيتا الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون والفريكونسي بتاعت الفوتون والثيتا والفي اللي هم دايركشنز اللي هم طالعين عندهم. لما نحل بقى الاربع ايكويشنز في الاربع انونز بتوعنا دول، اول نتيجه تطلع لنا هي ان لامدا داش ناقص لامدا نوت اللي هي لامدا داش دي بتاعت الفوتون الخارج ولامدا نوت دي بتاعت الفوتون الداخل اللي هي بتساوي سي على نيو داش، والتانية دي اللي هي لامدا نوت بتساوي سي على نيو داش هتساوي اتش على ام اي سي، كل الحاجات دي تعتبر كونستنت، في واحد ماينس كوزاين ثيتا. كوزاين ثيتا هي عبارة عن كوزاين انجل بتاعت الايه؟ بتاعت الفوتون اللي طالع دوت. نلاحظ حاجة مهمة قوي ان الديفرنس از اندبندنت اوف انسيدنت ويف لينث، يعني بمعنى ان احنا دلوقتي لو احنا شفنا الفرق بين الاثنين دول، الفرق ده ملوش اي علاقه خالص بالانرجي، مفيش اي حاجه في الناحيه الثانيه تعبر لي عن الانرجي دي بتساوي كام، اوكي؟ بنسمي الجزء اللي هو الفاكتور اللي هو الكونستنت المضروب بره ده اللي هو اتش على ام اي سي دوت هنسميه الكوت كومبتون لينث اوف ان الكترون، اوكي؟ كومبتون لينث اوف الكترون. لو بتكلم عن الانرجي بقى بتاعت السكاترد فوتون، طبعا الانرجي بتساوي اتش نيو، اتش نيو داش لو احنا بنتكلم على السكاترد فوتون، هناخدها بقى من هنا، احنا شايفين هنا نيو داش اهي موجوده، هنجيب بقى نيو داش بتساوي كام، يعني نخرجها ناخدها بره خالص وناخد بقيه الحاجات الثانيه الناحيه الثانيه، فيطلع لنا اتش نيو داش بتساوي ام اي سي سكوير على 1 ناقص كوزاين ثيتا بلس 1 اوفر اكس، 1 اوفر اكس دي اللي هي عباره عن اتش نيو نوت على ام اي سي سكوير.
لو بتكلم على الانرجي اوف ريكويل الكترون اللي هي كاينتيك انرجي بتاعت الريكويل الكترون، هلاقي ان هي الايكويشن بتاعتها حاجه بالشكل ده كده، اتش نيو نوت 2 اكس كوساين سكوير في زائد على 1 زائد اكس ماينس اكس سكوير كوساين سكوير في. وده ممكن نبسطه شويه بس في الاخر يعني عندنا اكس زي ما احنا شفناها قبل كده اللي هي عباره عن اتش نيو نوت على ام اي سي سكوير. لو احنا رسمنا بقى الانرجي بتاعت الفوتون والانرجي بتاعت الالكترون شكلهم عامل ازاي مع الثيتا، هيطلع الكيرف بتاعهم شكلهم عامل كده. واحده فيهم بتطلع اللي هي الالكترون انرجي، واحده فيهم بتقل اللي هي الايه الجاما انرجي. اوكي انا بتكلم هنا على يعني بتكلم على الانرجي بتاعتي اللي هي الانسيدنت برضو بتبقى بكام. فبتكلم ان انا مثلا لو انا عند الانرجي مثلا كذا، فممكن ابص هنا كده الثيتا بتاعتي هتبقى كذا واقدر احسب الانرجي بتاعتي هنا وهنا بيساوي كام. لما بتكلم على ان انا رحت بعيد في الميجا الكترون فولت، بتكلم على 1 ميجا الكترون فولت، هلاقي ان انا موست لايكلي هيبقى بس في الكترون في فوتون طالع. لو انا نزلت تحت خالص هلاقي ان موست لايكلي هوصل للفوتو الكتريك افكت، هيبقى فيه بس الكترون واحد بس اللي طالع. اوكي عند الانرجي اللي هي اللي تحت خالص دي.